دايما بنحب دايما نعبر عن مشاكل الناس بالكوميديا. حبينا كمان نعمل اضافه المره دي ان احنا بنستعين في تقديم الحلقه ولاول مره عشان نروج للسياحه المصريه معانا مذيعه من روسيا الشقيقه ناتاشا موجوده معايا النهارده وبتشاركني في تقديم الحلقه عشان خاطر برضو ممكن ناخد العنصر الروسي ونشوف ازاي بيفكروا في مشاكلهم الاجتماعيه. خلوني ارحب في البدايه بالنجوم اللي مشرفنا قبل ما ارحب بناتاشا. محمد اهلا بيك. وليد مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ازيك حبيبي؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ركز معايا ثانيه. اقسم بالله ما ركزتش معاك. ومعانا وليد ابو المجد طبعا انتوا عارفينه. ومعانا مينا. نبي عسل. بص فين احنا اهو. مينا خليك معايا. دكتور ما انا شغل اللي ما ينفعش هنا، احنا في الشغل. لا والله لا مش قصدي حاجه. انا غرض فين يا حبيبي؟ والله انا غرضي على نفسي اتجوز. انا غرضي شريف. تتجوز مين؟ ايوه انا نفسي اتجوز واحده اجنبيه. بليز ناتاشا بسيت بسيت بليز بسيت بسيت. هي لو بتتكلم انجليزي بس انا دايس يعني. طب كلمها انجليزي. لو هي بتتكلم بتتكلم انجليزي يا ريس. لو انا بقول لك بتتكلم انجليزي. ايش تسيبني ليها؟ اتفضل اتفضل. هلو واتباوت حكي. احنا قاعدين هنا مش في الارض. هلو ماي نيم از وليد ابو المجد از ذا مان سترونج ايجيبشن ايجيبشن. بص حاجه على ابوه والله العظيم. انا ام عصام يابا. العب يا نهار ابيض. امال يا نهار ابيض عزوز. بس حلقت وانا اللي رحت بقلبي. انا رحت يسعدني بتشاركني في تقديم الحلقه الفنانه المتميزه هبه عبد الغني. طبعا هبه انتوا اتعرفتوا عليها في اهم اعمال رمضان السنه دي تحت السيطره، كانت ديلر مخدرات وفي حاره اليهود. كانت حاجه شبه كده. وفي بين السرايات يعني ما خلتش عامل. هبه شرفتيني، سعيد بوجودك معايا النهارده وبتقدم معايا الحلقه النهارده. وبرحب